اهلا بيكم في فيديو جديد ولقاء جديد على قناتكم قناة بتنور لطيور الزينة. النهاردة الجمعة 27 أغسطس 2021 نزلنا لكم سوق السيدة عائشة عشان نجيب اخر تطورات اسعار طيور الزينة واكل العصافير. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بفضل ربنا حركة السوق كانت كويسة جدا بالنسبة للتداول بين الهواة، اللي كان المعروض كتير من كل الأنواع بطفرات ومستويات مختلفة. أما بالنسبة للم من التجار فللأسف كانت الأسعار واقعة جدا، وكان في لم استرالي لكن التجار كانوا بينيموا الأسعار جدا. أنا أول ما نزلت وكان معايا استراليات نورمال وألوان عادية، التجار كانوا عايزين يشتروا على 40 و45، وبعد كده وصلت معهم ل60، وفي الآخر بعت ب70 جنيه للجوز بس للهواة مش للتجار. فمن ناحية في طلب فالطلب موجود، لكن نصيحة ما ترميش حاجتك، قدر تعبك ومجهودك والفلوس اللي اتصرفت على العصفور. النهاردة كان اللم شغال كويس على الكوكتيل زي الجمعة اللي فاتت، وكان كل الألوان مطلوبة، والروز برضو كان بيتلم، وكان في تجار شغالة بتلم في تركيبات الريمبو بصورة كبيرة ما كانتش موجودة قبل كده. ونبتدي تقريرنا النهاردة بأسعار البادجي الأسترالي اللي كان بيتلم فيه جزء الزغاليل الألوان العادية على 50 والشغال على 70 جنيه. اما بالنسبه للعين الحمراء الالبينو واللاتيني فكان جزء الزغاليل عامل 70 جنيه والشغال 90 جنيه. نيجي بقى للفالو اللي كان سعر جزء الزغاليل 100 جنيه والشغال 150 جنيه. اما التركيبات النهارده فكانت منتشره في السوق وكان في منها مستويات كتيره، وكان سعر جزء الزغاليل من التركيبات 120 جنيه والشغال من 150 ويوصل ل 200 جنيه في المستويات العاليه. اما بالنسبه للريمبو فكان سعر جزء الزغاليل يبتدي من 400 جنيه والشغال كان بيبتدي من 600 جنيه. نيجي بقى للبلاك وينج اللي ابتدينا نشوفه في السوق بكميات ظاهرة، وده لان في الفترة اللي فاتت ناس كتير فرغت منه، وكانت متوسط اسعاره للجوز الشغال 2500 جنيه للبلاك وينج الاخضر و 4500 جنيه للبلاك وينج الازرق. ونخش دلوقتي على الانصاص اللي كان فيه منها مستويات كتيرة، وكانت اسعارها بتبتدي من 350 جنيه للجوز وبتوصل لغاية 500 جنيه. اما بالنسبة للانجليزي فكان سعر الجوز يبتدي من 1200 وبيوصل ل2000 جنيه في المستويات العالية. وبعد كده معانا الفلل اللي كان سعر الجوز بيبتدي فيها من 300 جنيه وبيعلى حسب المستوى. ودلوقتي نخش على الكوكتيل اللي كان اللم لسه شغال فيه الجمعة دي كمان، وكان الكوكتيل اللاتيني بيتلم على 350 جنيه للجوز الشباب و 420 للجواز الشغالة. اما الكوكتيل الحبشي فكان سعر الجوز الشغال 220 جنيه وكان الطلب على الدكورة. ونيجي بقى للفون اللي كان تقريبا نفس سعر الحبشي. اما بالنسبة للإيزابيل فكان سعر الجوز الزغليل 250 جنيه والشغال عامل 350 جنيه. بعد كده المصبعات كان سعر الجوز فيها 350 جنيه وبيوصل ل 500 جنيه حسب المستوى، ممكن يوصل 550 في البصمات. بعد كده معانا الكوكتيل الألبينو اللي كان سعر الجوز 1600 جنيه، والكوكتيل الفرنساوي الوايت فيس كان سعره 400 جنيه للجوز. وبعد الكوكتيلات نخش على طيور اللاف بيرد، ونبتدي بطيور الروز اللي كان سعر الروز الأخضر النهاردة 200 جنيه لجوز الزغاليل و 280 لجوز الشغالة. أما بالنسبة لباقي الألوان الألوان العادية الألوان الدارجة فكانت تقريبا نفس الأسعار، ما عدا في الزغاليل بس كانت ممكن تزيد 20 جنيه. اما الروز اللاتيني فكان سعر جوز الزغاليل 300 جنيه والشغال 400 جنيه. والروز الالبينو كان سعر النهارده 600 جنيه لجوز الزغاليل، والجواز الشغاله كانت عامله 1000 جنيه. والاوبلاين اورنج كان تقريبا نفس الاسعار 600 جنيه للزغاليل و1000 جنيه للجواز الشغال. ونتنقل بعد كده للفيشر اللي كان سعر جوز الذهبيات والالوان العاديه 300 جنيه. اما البلاك ماسك كان سعره من 350 ل 400 جنيه. ودلوقتي نخش على عيله الفينش، ونبتدي بالزبرة اللي كانت أسعارها من 80 ل90 جنيه للجوز. أما الفراولة كانت عاملة من 100 ل110، والمدبوح كان عامل النهاردة 250 جنيه. أما عصفور الويفر كان عامل 350 جنيه للجوز. نيجي للجاوة اللي كانت أسعارها بالنسبة للجاوة الحبشي 250 جنيه للجوز، والجاوة الأبيض كان عامل 300 جنيه. ونتنقل للكناريا اللي كانت أسعارها النهاردة من 400 جنيه وتوصل ل600 جنيه حسب العمر وحسب المستوى. ومعانا بعد كده الحسون اللي كان سعر الجوز الشغال 450 جنيه. اما اليمام الماسي كانت اسعاره النهارده 300 جنيه للجوز، وبالنسبه لطائر الماينه كان سعر الجوز منه 400 جنيه، وكان في جواز ماينه صيد بتتباع من 100 ل 150 جنيه بس دي كانت صيد مش تفريخ.
وده كان ملخص لأسعار العصافير في السوق النهاردة. وقبل ما نتنقل لأسعار الأكل، حابب أأكد على إن الأسعار دي متوسطات، يعني السوق مش شغال بتسعيرة، إحنا بنسأل أكتر من تاجر وعدد كبير من الهواة لحد ما بنجيب الأسعار دي. ونخش بقى على أسعار الأكل. وكان سعر كيلو الدنيبة 9 جنيه والبلكم 10 جنيه، أما الفلارس فكان سعر الكيلو 20 جنيه. وبالنسبة للب كان سعر كيلو اللب النهاردة من 13 ل 15 جنيه. نيجي بقى للسيبيا اللي كان سعر الكيلو 50 جنيه. وفي النهاية نصيحة مني لكل هاوي عنده طير عاوز يبيعه، اصبر جمعة ولا اتنين والاسعار هتتغير بإذن الله، في كلام على طلبية كبيرة قريبة. واخيرا لو عجبك الفيديو ياريت ما تبخلش علينا بلايك، وشكرا ليكم، والى اللقاء بإذن الله في فيديو جديد.